جوطية الدرب غلف، كنا وضعنا واحد الملتمس مدينة الدربيضاء من أجل إعادة الهيكلة ديالها اللي وضعناه اليوم في مجلس الجماعة، ولكن في الوقت الآخر لأن اليوم نحن مقبلون على دراسة بلان دمناجمون ديال المعارف، فالاقتراح نقدمناه بصفة رسمية اللي كان طالبوا إعادة الهيكلة ديال المنطقة كلها ديال الشطية، واللي بداء من الاقتراح اللي وضعناه هو بناء أولا مسجد وبجانبه منطقة ديال الحرف التقليدية بلومبي نجار هذاك، باش لأنه صعيب اليوم باقي نعطيو رخص داخل الأحياء إذا قلنا، بالإضافة إلى مرأب تحت أرضي وحديقة، وإعادة هيكلة جطية الدرب غلف بمواصفات معمارية بيئية تتمكن الزوار، وكنطالبوا بالحفاظ على الطبيعة ديال الجطية. إحنا كنقولوا خص يبقى له مرشد كيوستنباك لأن هذاك هو مركز إشعاع ديالنا، ولن نتنازل على جطية الدرب غلف تبقى عندنا في المعارف. هذا عندنا كمجلس للمقاطعة المعارف. اليوم حنا ان شاء الله غادي تفتحوا قنوات الحوار مع لاجونس اوربان مع لي بيريديتود، وسندافع على هذا الموقف بكل ما اوتينا من قوه. ملكيه الارض تنقولوا اقتناء الارض، وتبع معايا لا خصنا النقطه هي اقتناء الارض، بعدا نقتنوا الارض، ولكن هذا كله لان خصكم تعرفوا بانه الى فتنا حتى مررنا هذا في خطه التحمل في الفلون داميناجمون الجديد كنكونوا قطعنا نصف المسافه على المستوى القانوني، لان تما كيولي المشروع عندنا الوقت الكافي للتفاوض من اجل الاقتناء. اذا المرحله اليوم الاساسيه واللي تبنا من الصحافه حتى هي تعاوننا هو اننا انه الاحتفاظ بجوطيه الدرب غلف مكانها، اعاده هيكلتها واعاده هيكله المنطقه بصفه عامه. واش اعاده الهيكله غنقدر نرجع لكم جميع البيع والشراء اللي كاين تما؟ كنعرفوا ان كاين واحد العدد كبير. نحن لن نتنازل على اي بائع كما بغى يكون نوعه. نحن موقف ديال مقاطعه المعارف ان شاء الله اننا نتمسك بجميع، لان هذاك التروما ديال المعارف نحن ما مستعدينش نقصوا من اي عدد، لانه هذاك مشروع ديال مدينة الدار البيضاء وديال المعارف اللي كيعتبر واحد نقطة ضوء اللي خصنا نحافظوا عليها.